المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الوطني رواد الاعمال. واليوم اخترنا لكم رائد اعمال ورجل اعمال من جمهوريه سوريا العربيه الحبيبه. اخترنا لكم السيد عبد الكريم آغا، مؤسس مجموعه الآغا. بدايه اسعد الله اوقاتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. اهلا. في بدايه برنامجنا حابين نتعرف على شخصك الكريم ونعرف الساده المشاهدين على السيد عبد الكريم. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الكريم الآغا، مؤسس شركه الآغا، بعدها صار شركه الآغا جروب. شركتنا بتختص باعمال الديكور وتكنيكال سيرفيس، الخدمات الفنيه والفيتاوت ووركس اللي هي ريليتد للكونستراكشن. تأسست الشركة، أول فرع بالشركة تأسس بال 2008. بعدين بدأنا، يعني كانت بداية، كانت يعني بداية صغيرة. من وين جاءت فكرة التأسيس سيد عبد الكريم؟ فكرة التأسيس، أنا كنت أشتغل بشركة مقاولات صغيرة، ومن خلال الشغل، من خلال العمل، من خلال التعامل مع الناس، من خلال يعني النظرة للمستقبلية لدبي، إنه السوق هلا كله والبزنس والاقتصاد كله رايح على الكونستراكشن، ولدت فكرة هيك صغيرة إنه كسب كونتراكتر صغير نبلش، يعني بعمل تشطيبات الداخلية، الأرضيات، الجدران، الأسقف. من هون بلشت الفكرة وبلشت تتراود وبلشنا نطور فيها. بدأنا مثلا بعدد عمال صغير، ست عمال لثمان عمال، وبعدين من مشروع لمشروع، من مشروع لمشروع، شوف الناس التزامك وتفانيك بالعمل والكواليتي، كل هاي بتلعب دور. بدأنا نحن نبدأ يعني بالشغلات، مثلا بدأنا مثلا تزويد العمالي، بدأنا بتطوير حالنا، بدأنا بجلب مهندسين كفاءات، لا وصلنا الحمد لله لوضع لا صار لنا اسم بالسوق الحمد لله. ما شاء الله. كبراند، ككواليتي، كستاف، الحمد لله رب العالمين. جميل جدا. حابين ايضا نعرف السادة المشاهدين على الخدمات اللي بتقدموها بشكل عام في مجموعة الآغا. خدمات زي ما حكيتك، نحن من اللي خدمات عنا كأعمال ديكور اللي هي الداخلية، كأعمال جبس، أعمال دهان، أعمال أرضيات، يعني كل شيء بتعلق بالفينيشنج الداخلي، هذا الميلي. بعدين عنا أعمال ثانية اللي فيت أوت وورك اللي هي أعمال داخلية وخارجية كاملة، يعني أندر كونستراكشن، كله أندر كونستراكشن. اليوم ايضا سيد عبد الكريم، يعني طوال هالمسيره اكثر من تقريبا 20 عام مجموعه الآغا بهالاعمال، شو الشيء اللي بيميزكم بخليكم تقدروا تكسبوا ثقه العملاء؟ والله لله الحمد، نحن بيميزنا الكواليتي والسرعه، وهذا متطلبات سير العمل بدبي. اذا انت قديم بدبي بتعرف دبي وتيره العمل فيها سريعه، ولا لا تتحمل اي تاخير. صحيح. هذا اللي بميزنا الحمد لله رب العالمين، والتوفيق من رب العالمين، وال زي ما بتحكي يعني الاخلاص بالعمل. صحيح. الاخلاص بالعمل والعلاقات القويه، يعني العلاقات القويه ما بتجي هيك، بتجي باخلاصك بالعمل، بالكواليتي، بالجهد اللي بتقدمه، بالمتابعه، كل هاي بتجي كلياتها مع بعضها. صحيح صحيح. نتمنى لكم طبعا دوام التميز والتقدم والنجاح باذن الله. ان شاء الله. الله يسلمك سيد عبد الكريم. حابين نتعرف اليوم ايضا على الرؤيه المستقبليه والنظره المستقبليه لإلك لتطوير مجموعه الآغا والاعمال الخاصه فيها. هلا بالنسبه للنظره المستقبليه او البلان للمستقبل عندنا، نحن يعني بعد ما وصلنا للمرحله بال مثل ما بتحكي بالانتيريورز او بالفيت اوت وركس او بالانتيريور ديزاين او الشغلات هاي، التشطيبات الداخليه، فكرتنا المستقبليه يعني نتطور، نحن نصير يعني لقدام نصير كمين كونتراكتر، نبدا مشاريع صغيره. طبعا انت بتعرف مين كونتراكتر لازم تبدا مشاريع صغيره، فيلل ما فيلل، يعني تصير انت من الاي تو زد كونستراكشن، من الاي تو زد، وبعدين بتتطور الشغله. شوف انت في مراحل، في جي بلاس 1، جي بلاس 4، ارض و4، ارض و6، ارض و10، ارض و12 مثلا انليميتد، هيك بدايه الكونستراكشن وبدايه شركات المقاولات. ان شاء الله هيك فكرتنا لقدام، او فكرتنا كمان اذا لقينا السوق، بس الحمد لله يعني سوق دبي يعني مغطينا، يعني الحمد لله رب، او سوق الامارات بشكل عام يعني مغطى شغلنا الحمد لله رب العالمين لحد الان، يعني امورنا اوكي بالامارات الحمد لله، والشغل شغال الحمد لله. يعني ما شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق يا رب، وان شاء الله نشوف ايضا يعني اعمال خاصه بالآغا، يعني باذن الله مشاريع خاصه. نحن عندنا انتيريورز، يعني عندنا فرع انتيريورز، هذا عم نحاول نطور، مش انتيريورز الفرع يعني، بس عم نحاول نطور فيه هلا شوي شوي، عم نحاول نطور فيه. مثل ما قلت لك نحن
أغلب مشاريعنا فينشنج داخلي مش تصاميم. بتجينا بعض مشاريع تصاميم يعني، بس هذا السكشن عندنا موجود، بس عم نحاول نطور فيه شوي شوي الانتيريور، التصميم الداخلي على مستوى يعني، على مستوى يعني نحن مثلا لا بي مثلا نحاول نطوره يصير اي مثلا، عرفت؟ ان شاء الله يا رب، ان شاء الله نشوفكم يعني باعلى المراتب باذن الله، بنتمنى لكم كل التوفيق سيد عبد الكريم. ان شاء الله. سيد عبد الكريم اليوم يعني اكثر من 25 سنة حضرتك متواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم كمستثمر ورجل أعمال 20 سنة 20-21 سنة يعني أكثر من 20 سنة أكثر من 21 سنة يعني الحمد لله. الإمارات العربية المتحدة اليوم لو حكينا شو بيعني لك الأمن والأمان بدولة الإمارات، شو بيعني لك الدعم والتسهيلات تقدمها حكومة دولة الإمارات لدعم المستثمرين والاستثمار بشكل عام؟ أول شغلي الأمن والأمان جزء لا يتجزأ من المنظومة، إذا بدك تبني بلد اقتصاديا بدك تواكب تطور العالم بدك تعمل بزنس لازم يكون في أمن وأمان، والحمد لله والله الحمد شغلة مش مجاملة يعني. أغلب رواد الأعمال أو أغلب العالم اللي بالعالم كله بتحب تشتغل مثلا بالعوج الخصوص دبي وبالإمارات بشكل عام بسبب هذا الأمن والأمان، يعني أنت مش معقول أنت تجيب فلوس تشتغل أو تبني منظومة أو تبني شركة أو تعمل شركة ما في أمن وأمان، صح؟ هذا الاساس يعني، هذا اساس الامن والامان اساسه يعني الشغله، والحمد لله رب العالمين الشغله متوفره هون لله الحمد، والله يديمها طبعا نعمل الحمد لله يا رب. آمين يا رب ان شاء الله. امين. يعني الامن والامان هو نعمه من الله عز وجل طبعًا طبعًا طبعًا. ولكن يعني المحافظه هو نعمه المحافظه عليها بتتطلب رجال، تتطلب ناس، تتطلب ناس تتابعه، وتتطلب ناس اخلاص من الناس، تتطلب ناس تواكب هالشغلات، متابعة كان بالقطاعات السياسية، قطاعات الأمنية طبعا، جهود طبعا، الليدر طبعا هن الليدرز الحمد لله رب العالمين، يعني الله موفق مواطنين الدولة والله موفق المقيمين فيها بقيادة حكيمة بقيادة رشيد الحمد لله. هي طبعا بدون القيادة أنت ما بتقدر تعمل شيء، أنا صاحب شركة مدير شركة إذا أنا ما عندي قيادة حكيمة ما عندي رؤية ما بقدر أدير هالصف كله، ما بالك الشيوخ عندهم كل هالشيء على عاتقهم ولا الحكام بشكل عام يعني. الحمد لله رب العالمين هاي متوفر فيه لولا القيادة الحكيمة وصلت له بالطبع يعني الحمد لله. توجه لهم رسالة شكر سيد عبد الكريم. أول شغل الله يعطيهم ألف عافية، ما قصروا ويطول بعمرهم، والله صراحة مو مجاملة هاي يعني، مو مني يمكن أغلب الناس هي بتحكيها إذا مو كل الناس الحمد لله طبع. يعني شوف الأمن والأمان شغلة مو سهلة يعني، إذا بتحكيها باللغة العامية إنك تحط راسك على المخدة وتنام وأنت مرتاح هاي شغلة مو سهلة الحمد لله، هاي ما بتجي هيك، ما بتجي إلا بعد تعب وجهد وتفاني وإخلاص وقيادة ورؤية للمستقبل، والله يعطينا ألف عافية وما قصروا والحمد لله رب العالمين له النعمة اللي رب العالمين أنعم علينا فيهم والله أنعموا فينا الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله يا رب هيك على طول يا رب يجعل هالأمن والأمان على طول يا رب. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. نتمنى من رب العالمين أن يديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات. آمين. اللهم آمين. وأيضا شعب دولة الإمارات وكل من يقيم على هذه. والأمن والأمان بيعم على الكل، مو على المواطنين بس ولا على الكل الحمد لله رب العالمين، يعني ما في تميز الحمد لله، إنه هذا الأمن والأمان عامم على الكل. صحيح. كان أنا ولا كان أنت ولا كان كل الناس. قلت لك لولا الامن والامان ما حد بيعمل بزنس، ما حد بيقدر يعمل، ما البلد ما بتتطور ما بتشتغل. انت شوف اي واحد لا وجد الامان خلينا نحكي وجد الاستقرار والاستثمار. استثمار طبعا 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 اكيد. شو استثمار بدون امان؟ مين بيعمل استثمار اذا ما في امان؟ تقدر تحط فلوسك ببنك ما انك عارفانه، صح؟ الحمد لله هاي النعمه هون موجوده وهي بتساعدك على التطور، هاي احد الأسباب اللي بتخلينا نتطور نحن أو غيري أو أمثالي مثلا أو شركات تانية. شوف أغلب الشركات اللي بدأت من الصفر يعني الحمد لله رب العالمين، في شركات اللي أشوف وين كانت وين صارت لولا ما في أمن وأمان وفي بيئة خصبة للاستثمار ما كان وصل للوصول، أنا ما كنت وصلت للي وصلت له، بقى الحمد لله رب العالمين هاي النعمة تشكر عليها ويؤجروا عليها الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. سيد عبد الكريم قبل نهاية برنامجنا حابين نعرف السادة المشاهدين بموقع مجموعة الآغا وين بدبي وأيضا كيفية التواصل معك. شارع الآغا بدبي الممزار، شارع الاتحاد، أبراج الممزار، بلوك A، أوفيس نمبر 201-202. التواصل معنا بيقدروا يتواصلوا على في عنا إيميل، في عنا ويب سايت،
الويب سايت فيه وكل المعلومات اللي بتخص مثلا المدراء بدهم يتواصلوا سواء كوميرشال تجاري او سواء برشيزنج او سواء على كاستومرز او سيرفيسز، في كل الخدمات موجوده اللي هو www.laga.com. وفي طبعا هو بس دخل على الويب سايت في كل المعلومات فيها الوصات، في عندك الايميل مثلا info@alagagroup.com سوري www.alagagroup.com، في عندك info@alagagroup.com هذا الايميل الرئيسي للشركه، وبعدين كل قسم له ايميله الخاص، قسم الحسابات، قسم الكوميرس التجاري، قسم البرشيزنج، الاقسام الثانيه مثلا الاتش ار كله في 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 ناس مختصين في لهم في لهم ايميلات خاصه فيها بيقدروا يتواصلوا معه. جميل جدا. اذا بالاضافه للايميل طبعا الموجود انا، بالاضافه للارقام التليفونات الحمد لله. اذا اعزائي المشاهدين سهوله بالوصول الى مجموعه الاغا عبر الموقع الجغرافي، وايضا سوف تظهر ارقام ومنصات التواصل والويب سايت الخاص بمجموعه الاغا اسفل الشاشه. في نهايه برنامجنا سيد عبد الكريم حابين نشكرك جزيل الشكر على حسن الاستقبال، وان شاء الله بيكون لنا لقاءات اخرى بالمستقبل ان شاء الله. اهلا وسهلا، شرفته وشكرا لكم تحتنا الفرصة لنعرف الجمهور فينا ولنشكر الناس اللي لها فضل علينا بعد رب العالمين. طبعا شكرا لكم كثير. شكرا لك مرة أخرى. شكرا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.